تطورت الأحداث السياسية دولياً، تطورت معها أبعاد الدور التركي إقليمياً ودولياً أيضاً. فمن سوريا إلى إيران إلى موسكو وأوكرانيا، تباين هذا الدور في الملفات المطروحة. الملف السوري لم يغب عن وسائل الإعلام التركية منذ بدء الأحداث على أراضيها، لكن اللافتة هي بعض التصريحات والمقالات التي تحدثت عن عودة العلاقات بشكل أو بآخر مع دمشق. حديث ردت الدبلوماسية السورية على أنه ممكن لكن بشروط. إلى إيران والتنسيق بشأن الوضع الإقليمي، وصولاً إلى الدور التركي اللافت بين روسيا وأوكرانيا. نحلل في حلقة نبض الشرق في أبعاد هذا الدور ومستقبل العلاقة بين تركيا ومحيطها. هل استطاعت أنقرة أن تتفرد بسياسة مختلفة أرست لها دوراً هاماً؟ أم أنها لم تستطع أن تشبك علاقاتها ما انعكس على وضعها داخلياً؟ أي المقاربتين أقرب إلى المنطق والواقع في الأحداث التي تجري الآن بين تركيا ومحيطها والعالم؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق عبر قناة السما الفضائية. ضيوفي في الاستديو السيد دينيز بوستاني، صحفي تركي وباحث في الشأن السياسي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. ومعي عبر خدمة سكايب من موسكو أحمد حاج علي، الإعلامي والباحث بالشأن الروسي. مساء الخير أستاذ أحمد. تحياتي لك زميلة هناء وللضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أيضا معي عبر خدمة سكايب من دمشق الدكتور أسامة دنورة، الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللمشاهدين والضيوف الكرام. مشاهدين الكرام، بعد الفاصل أبدأ في وضع هذه الملفات مع ضيوفي على طاولة البحث. دينيز، أبدأ من الملف الأول المتعلق ببعض ما تسرب عبر وسائل إعلام وحديث، وكان في حتى حديث متكرر على لسان بعض المسؤولين الأتراك، اليوم ردت عليه السورية. لكن ما هي حقيقة الوضع بوجود وضع جديد، علاقة جديدة، مفاوضات جديدة ربما بين أنقرة ودمشق؟ اولا اذا في مفاوضات رسميه ما ندريانين فيها، طبعا انه ما اعلنت لا تركيا ولا سوريا في هذا الامر، ولكن تركيا وسوريا هي علاقتها بالمنطقه هي من كل النواحي، من نواحي امنيه او من نواحي اللاجئين الموجودين بتركيا بحمايه مؤقته، هي ضروريه وليس خيار. لذلك اليوم متطلبات في من الشعب التركي من الحكومه طبعا اعاده علاقات مع سوريا وإعادة اللاجئين إلى سوريا، حتى مع إعادة العمار السورية لسبب اقتصادي طبعا. هدول المتطلبات موجودة، ولكن اليوم ما فينا نقول أنه في علاقات رسمية ما بين أنقرة ودمشق. فينا نقول أنه على الطبقة الشعبية صار أرضية إلى العلاقة ما بين البلدين. اليوم هي الأرضية على ماذا تستند؟ إن كان طبعا أنا بدي أرجعك لحديث أردوغان بالعام 2019 اللي قال أنه التنسيق الأمني لا علاقة له بالزعماء، وهذا لم ينقطع، هذا ضرورة لا علاقة له بالشأن السياسي الموجود أساسا. اليوم قديش ممكن نقول أنه في قاعدة أو في أرضية ممكن الاعتماد عليها، لا سيما أن وزير الخارجية السوري تحدث عن إمكانية عودة العلاقات لكن بشروط تفرضها دمشق؟ شيء طبيعي يكون شروط انه الجيش التركي موجود باراضي السوريه حاليا،
وأول شرط أتوقع أنه انسحاب جيش التركي من الأراضي السورية لازم يكون. واليوم الأرضية هي فينا نقول على مستوى الشعبي 90% موجود، والمعارضة التركية الموجودة، الأحزاب المعارضة، الكل يوعد الشعب أنه أذن استلموا الحكم يعودوا العلاقات مع سوريا ويحلوا المشاكل في المنطقة. اليوم إذا ما نشوف مصالح تركيا وسوريا هي بشكل أمني، اليوم قصد هي تهديد إلى سوريا أيضا إلى تركيا، اليوم النصرة تهديد إلى الشعب التركي أيضا تهديد إلى الشعب السوري. لذلك يجمعهم البلدين، يجمعوا هو المصالح مبدئيا. يعني فينا نقول يعني بالمنطق هو 90% موجود الأرضية، ولكن بدها قرار سيادي حتى ترجع العلاقات ما بين البلدين. طيب راح ارجع لك بعد قليل نتحدث ايضا الاتراك لديهم شروط مثل ما راينا على الاقل بالتحليلات السياسيه، راح ارجع لهذا الشان. خليني انقل للاستاذ احمد حاج علي من موسكو، لا سيما انه وخلال كل الاحداث والتطورات التي جرت في المرحله الماضيه كنا دائما نسال عن طبيعه الدور التركي، البعض قلل من هذا الشان، البعض اعطاه وضع كبير وهام جدا على أن تركيا دولة استطاعت أن تفرض واقعا أرسته من خلال سياستها الخارجية بين قوسين المتفردة. هل فعلا هذا التوصيف دقيق أستاذ أحمد على أن تركيا تعاملت بسياسة متفردة بعيدا عن أن ترتمي بالحضن الأوروبي، بعيدا أن تذهب إلى الحضن العربي، بعيدا عن الحضن الأمريكي كليا، كان لها دائما محاذير في علاقاتها واستطاعت أن تنجح، هل هذا دقيق؟ هناك سياسة ليست فقط متفردة، هناك سياسة متنوعة وتلعب على التناقضات ما بين القوى الإقليمية والدولية المختلفة. هذه هي السياسة التركية، وتحاول الإفادة من أو الاستفادة من كل هذه التناقضات و نسج العلاقات والتحالفات المصلحية التكتيكية مع المتنافسين أو القوى المتصارعة على قضايا المنطقة. هذا هو نهج السياسة التركية إذا صح التعبير. هي دولة عضو أساسي في الناتو ولديها العديد من المشاكل مع دول محور شمال الأطلسي حلف الناتو. هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتستضيف على أراضيها قواعد أمريكية أساسية في المنطقة، ولديها أيضا تناقضات استراتيجية وتناقضات سياسية وتناقضات أمنية تتعلق بالأمن القومي التركي أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في موضوع الكردي. هناك استغلال للعنصر الكردي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام للعنصر الكردي على مسرح الأراضي العمليات السورية لممارسة الضغوط ليس فقط على دمشق ولكن على أنقرة أيضا، على الإدارة التركية، وتركيا تدرك هذا الأمر. في ما يتعلق بالملف الأوكراني، من ناحية نجد أن تركيا ملتزمة أو حريصة على المحافظة على علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية والأمنية مع روسيا. في الوقت ذاته هي من زودت أوكرانيا ونظام زيلينسكي الفاشي بطيارات بيرقدار النوعية التي يعني شكلت نوع من الإزعاج للقوات الروسية في يعني الاستمرار أو القيام بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وفي الدنباس. إذن بالتالي كيف تقيم الآن هذا الوضع وهذه العلاقة بين موسكو وأنقرة استنادا إلى عدة تطورات حصلت في الآونة الأخيرة، منها لعب دور الوسيط، منها ما قامت به تركيا أيضا ضد موسكو فيما يتعلق بوصول ربما بعض من الجنود أو ربما بعض من المتعلقين بالشأن العسكري إلى سوريا؟ اليوم في عدة مؤشرات البعض يصفها كر وفر، هل هذا المصطلح دقيق على العلاقة بين روسيا وتركيا؟ هناك بعض يعني عناصر هذه العلاقة أو مكونات هذه العلاقة تحمل الطابع الاستراتيجي، ولا أظن أن أنقرة أو موسكو بصدد
التخلي عن هذه الشراكة. قرار موسكو بإعطاء تركيا حيزا واسعا ومحورا كبيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا هو قرار استراتيجي للإدارة الروسية، أولا لعدم يعني إبقاء الحصار كاملا مطبقا على روسيا، على الأراضي الروسية، وفتح المجال وتشجيعا أيضا لأنقرة للتفلت من الهيمنة الأمريكية والغربية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية موسكو أيضا تدرك يعني التنوع في السياسة التركية، الذبذبة في السياسة التركية، المناورة في السياسة التركية بكل يعني محاورها وبكل أطيافها. فهذا لم يكن سابقا عائقا أمام استمرار العلاقة ما بين موسكو وأنقرة بصدد يعني بما يتعلق بالملف السوري ومسرح العمليات السورية، لم يمنع الدولتين من التعاون على يعني ضمن إطار منصة أستانا بمشاركة إيران لتحصيل يعني حلول ولو كان لم تكن كاملة للصراع الدائر في سوريا. تركيا هي شريك أو عضو مشارك في هذه المعادلات، قد يكون أحيانا هو سمساء يعني يتعاطى بطريقة المصلحة ويعني لا يذهب بخياراته إلى أقصى الحدود رغم التصريحات النارية. إذا كنا في سوريا مثلا على سبيل المثال قد قبلنا باللقاء مع دولة الإمارات وبعض دول الخليج التي أيضا دعمت الإرهاب في سوريا، فلما لا يكون التقارب مع تركيا بشروط سورية في هذا الصدد؟ يعني إذا يعني حصلنا هذه الشروط والبراغماتية التركية ممكن في وقت من الأوقات في ظرف من الظروف قد تسمح بالتنازل الذي تطالب به دمشق، وهو ليس تنازل لكنه حق لسوريا، حق مكتسب بسوريا، كل ما تطلب به دمشق. إذا يعني تحققت هذه الظروف في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أنا لا أريد أن أقول أن تركيا مرتمية بشكل كامل في حضن الناتو والغرب، يمكن المراهنة أيضا على تناقضات مصيرية، على تناقضات تكوينية في العلاقة ما بين تركيا وحلف شمال الأطلسي. طيب رح أرجع لك أحمد لو تسمح على هذه المراهنة أو التناقضات، لا سيما أنه اعتراض تركيا على دخول السويد وفنلندا، واليوم كان في رد من الناتو أنه ممكن تجاوز هذا الاعتراض بطبيعة الحال. رح نشوف كيف رح يأثر حتى على هالنقطة يلي عم تحكي فيها. خليني أخذ رأي ضيفي من دمشق على مجمل التطورات السياسية اللي حصلت فيما يتعلق بالشأن السوري تحديداً. اليوم رجعنا نسمع وعادت أيضا إلى وسائل الإعلام حتى إلى النقاش السياسي موضوع منطقة آمنة في الشمال السوري يكون فيها لاجئون سوريون. ربما تطور هذا الوضع كثيرا، لا أدري إلى أي حد سوريا مسيطرة حتى على من يكونون هناك بهذا الاتجاه من ناس اللي بلش أعمال، يلي بلش تعلم لغة تركية، يلي ربما خط لنفسه ولعائلته طريقا لا يريد العودة. لا أدري، هي أسئلة تطرح بهذا الاتجاه. إلى أي حد ممكن أن نقول دكتور أسامة أن المنطقة الآمنة أصبحت أمرا واقعا في الشمال السوري؟ طبعا هذا يتعلق بالمضمون الذي يمكن أن تعرف به مثل هذه المنطقة الآمنة. هل هو بمعنى الذي كان سائدا في مطلع الربيع العربي، ما أطلق عليه الربيع العربي، بمعنى أنها خطوة مرحلية للانقضاض الإرهابي ويعني دعم المتمردين وتشكيل عمق استراتيجي لهم لإتمام تمردهم؟ أعتقد أن هذا الأمر أصبح وراء ظهورنا إلى حد بعيد. ولكن اليوم عندما نقرأ الخارطة السياسية الداخلية التركية يجب أن نرى بأن أردوغان لديه معادلة صعبة. هو أولا شريكه الأساسي حزب الحركة القومية دولة بهتشلي كما هو معروف في إطار ما يسمى حلف الشعب. هنا يعني هناك نوع من التناقض على الرغم من التشبيك ما بين الحزبين. العدالة والتنمية تعامل مع اللاجئين السوريين على أساس
خطاب ديني ما كان يطلق عليه المهاجرين والأنصار وإلى ما هنالك. وحزب الحركة القومية طبعا هو من مفرداته وأدبياته هو الزينوفوبيا والشوفينية بشكل أو بآخر، التركية، الاعتزاز بالقومية التركية ويعني كراهية الأجانب، خاصة إذا ما كانوا مقيمين ما بين ظهراني الأتراك. فإذا هو اليوم بحاجة لمنتج مرحلي يقول فيه بأنه لن يتخلى عن اللاجئين، ولذلك أطلق خطاب العودة الاختيارية، أنه لن يجبرهم على العودة، ولكنه في الوقت ذاته بحاجة إلى تخفيف وطأة هذا الملف على شعبيته هو وعلى شعبية الحركة القومية، حزب الحركة القومية، باعتبار أن حزب دولة بهتشلي في آخر استطلاع للرأي كان عند أدنى مستويات شعبيته، وبكل تأكيد ملف اللاجئين هو في مطلع أو في طليعة الملفات المؤثرة على كل من الحليفين في إطار ما يطلق عليه حزب الشعب. فإذا من الممكن أن يكون هناك رغبة بإطلاق منتج سياسي لنقل مرحلي انتخابي يستطيع فيه أردوغان أن يقنع القاعدة الشعبية بأنه بصدد حل مسألة اللاجئين، وفي الوقت ذاته أن يستمر في خطابه الإسلاموي بأنه لن يتخلى عن هؤلاء، بقدر الإمكان يحقق هذه المعادلة الصعبة ما بين الطرفين استعدادا للانتخابات. ولكن بشكل عام يعني من المؤكد أن أردوغان يدرك أن الأمور اختلفت بشكل جذري عن ما كان عليه الوضع عام 2011. يعني العصابة التي كان يقودها جورج سوروس، عصابة الثورات الملونة والتي تحالفت مع الإخوان برعاية أوباما وهيلاري كلينتون، أصبح هذا الأمر في مكان آخر. يعني تغير الطاقم، على الرغم من أن طاقم طبعا بايدن ديمقراطي، ولكن تغيرت الأوجه والسياسات طبعا سحبت من التداول هذه السياسات. طيب اليوم وين بتفسر دكتور أسامة لما الخارجية السورية تتحدث عن محاولات من تركيا للحديث مع دمشق عبر بعض الأصدقاء، وقبل قليل قلت بأنه تغير الموقف، إذن ما الذي تريده الآن أنقرة؟ وهل الطريق معبد بهذا الاتجاه؟ يعني كما قلنا هناك رغبة بزيادة اتساع الشارع المؤيد قبل الانتخابات، وهذا يعني واحد من المفردات الضرورية في هذا الإطار هو أن يوحي بأن تورطه على الساحة السورية هو في طريقه لأن يختتم. لذلك وجدنا أن رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية تحدثوا عن اتصالات، وبادر السوريون والخارجية السورية إلى نفي هذا الأمر، فهم قطعوا عليه الطريق لأن يعني يحقق هذا المكسب مجانا دون أن يكون فعلا ما يتحرك به على الأرض أمام يعني ما يتعلق بانسحابه من الأراضي السورية. طبعا هناك وجود احتلالي، هناك دعم لمجموعات إرهابية، وهنا يعني بكل تأكيد أردوغان ويعني تتم لما كنت قد تحدثت به منذ قليل، هو يدرك أن الظروف اختلفت، وبالتالي دوره في إطار معادلة التي بدأت عام 2011 تراجع إلى حد كبير. لذلك هو مضطر اليوم أن يضع قدما في الشرق وقدما في الغرب، يعني قدما مع يعني لنقل ألكسندر دوغين كرؤية أوروآسيوية، وقدما مع الناتو فيما يتعلق بتحالفه مع الغرب، لأنه يدرك أنه إذا وضع كل البيض في سلة واحدة الشرق أو الغرب فكلا الطرفين الشرق طيب. والغربي لديهم من هو مفضل عنه. خلينا يعني نروح لديه من هو مفضل إذا كان يعني أكثر تعاونا، والغرب أيضا لديه من هو أكثر التزاما في الناتو، فهو يلعب اليوم على الحبال ما بين الطرفين، وهذه السياسة الحقيقة تجدي معه إلى حد الآن، وأعادت نوعا ما يعني تثبيت نفسها بعد الحرب في أوكرانيا. خلينا نروح ضيوفي الكرام إلى هذا التقرير، ومن ثم أعود إلى مناقشة هذا الدور التركي وأبعاده وتطوراته. كمن يريد أن يركب مطية دون أن يدخلها لبيته، هكذا يفعل الغرب بتركيا، يريد استخدامها وتسخيرها في خدمة آلته الحربية وحروبه، كما يحصل اليوم في حرب الغرب ضد روسيا على الأرض الأوكرانية، فطائرات بيرقدار التركية حاضرة في المعركة وفي خدمة الناتو والنازية الأوكرانية التي أصبحت السكين الحادة التي يزعج بها الغرب موسكو. أحداث أوكرانيا منحت أردوغان مساومة استعراضية للناتو على ضم أعضاء جدد على خلفية الطلب المشترك من فنلندا والسويد للعضوية،
واتضح موقف تركيا المعارض بشكل قاطع دخول البلدين في الحلف، لكن أنقرة أوضحت أن إمكانية التوصل إلى حل وسط لا تزال قائمة. وفي الوقت نفسه استؤنفت التكهنات حول مستقبل تركيا نفسها في الناتو. ما يدور في أوكرانيا دفع تركيا لاتخاذ مواقف أكثر حدة ضد روسيا، ففضلاً عن إدانتها للعملية العسكرية الروسية الخاصة رسمياً، أردوغان شدد على وجوب اتخاذ الناتو موقفاً أكثر حزماً حيال التطورات في أوكرانيا، ورافقه إعلان الخارجية التركية تأكيداً لذلك. إن تركيا تملك صلاحية منع عبور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حتى لو لم تكن طرفاً في الحرب، وأن تركيا التزمت بما تنص عليه معاهدة مونترو. وعلى الرغم من تسلح الدولة التركية بموقفها الحيادي وحقها بتطبيق بنود المعاهدة، فإن خلفية القرار بإغلاق المضائق لا تنفصل عن محاولة استرضاء الغرب الباحث عن كيفية خنق الدولة الروسية ودفعها إلى وقف عمليتها العسكرية. المصالح التركية تكمن في كبح جماح الأهداف الروسية والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية ووقف ما يحصل في أقرب وقت لتلافي التداعيات الاقتصادية المدمرة. ولكن في حال توسع الصراع وامتداده إلى بلاد أوروبية أخرى، فحينها ستضطر تركيا للتخلي عن دور الوساطة للوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو بحسب مراقبين. فهل سيبقى أردوغان يسوق نفسه بشخصية صانع سلام في المنطقة حتى وهو يضاعف جهوده في انتهاك المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى التركي؟ أعود إلى الوضع التركي. قبل الفاصل تحدثنا عن سوريا وشروطها للعودة، كان واضح بيان الخارجية السورية، واضح حديث الوزير المقداد حول الشروط التي ممكن أن تتحقق في حال كان هنالك أي تقدم إيجابي أو خطوة إيجابية باتجاه دمشق. لكن أيضا على المقابل كان هنالك شروط تركية، اليوم نستقرئ بعض منها سيد بستاني. وصحيفة حريات المقربة من الحكومة التركية أفرزت عدد منها، بكل فترة تتحدث عن شروط لازم تتقيد فيها الدولة السورية لعودة العلاقات. من هذه الشروط؟ إقامة دستور جديد، أن يكون هنالك حكومة جديدة في سوريا، أن يكون هنالك القضاء على من سمتهم تنظيمات إرهابية، بمعنى إشارة واضحة ل قسد ولمجموعة وحدة حماية الشعب الكردي. أيضا إذن الجانب التركي لديه شروط اليوم، بأي خانة ممكن أن نضع هذه الشروط الموضوعة؟ هلا أولا شروط دستور الجديد ما له مرفوض من سوريا من 2011 و12 حتى لما بلش الأحداث، أنه كان في تصريح من القيادة السورية أنه ممكن يكون دستور جديد ولكن بده فترة معينة حتى يكون دستور جديد. ولكن هذا الدستور الجديد شروطه ضمن الدستور ما لا يحق إلا تركيا تحط هدول الشروط، لأنه هذا هو اللي قرر فيه الشعب السوري والقيادة السورية طبعا، والحكومة الجديدة أيضا يقرر فيها الشعب السوري وليس أي إيد خارجية بهذا الموضوع. ذلك شروط ممكن يتخلوا عنها وإجباري طبعا بقانون، حسب قانون دولي بده يتخلوا عن هذول الشروط. ولكن إعادة علاقات مع سوريا هي الرغبة الأساسية، هي لإعادة السوريين اللي موجودين بتركيا، لأنه في ضغط كبير من الشعب التركي للحكومة حاليا في هذا الموضوع. وهذا الضغط لا يتعلق بالقومية ولا عرقية، حتى عرقية، لأنه تركيا هي طرف بالاتفاقية جنيف 1951، وحسب هذا الاتفاقية تركيا لا تستقبل أي مواطن من دول الشرقية كلاجئ. لذلك اليوم السوريين موجودين هنا في تركيا بحماية مؤقتة. و كيف المزاج الشعبي التركي تجاهه؟ طبعا الشعب التركي بيقول انه نحن بدنا الحقوق، انه يكون الحقوق بالعلاقه الدوليه السوريه والتركيه، يكون الحقوق هو اللي يقرر كيف حتكون باي ارضيه حتكون العلاقه. واليوم الحقوق بيقول انه الامم المتحده الحكومه الشرعيه لازم تكون تنسق مع الحكومه الشرعيه وليس عن طريق المجموعات المجموعات الخطيرة والإرهابية. واليوم هو الشعب التركي أنه يطالب الحقوق، يتنفذ الحقوق حسب اتفاقية جنيف،
والحماية المؤقتة هي بالكثير فين يضلوا سنتين مثلا في تركيا كانوا، ولكن اليوم لدينا 9 سنوات في تركيا وانتهت إقامتهم المؤقتة اللي صفتهم هني حماية مؤقتة، انتهت حماية مؤقتة ويعملوا ضغط من هذا الأجل، يعملوا ضغط إلى الحكومة والحكومة تريد تعود العلاقات ولكن مثل ما بدأ أو نفس الشروط 2011. طبعا هذا ما راح يتنفس، وإذا ظل هذا الضغط في فترة معينة حتى راح يأثر للانتخابات، وممكن أنا شايف احتمال كبير يخسر شعبيته لحزب عدالة والتنمية بالانتخابات من أجل هذا الموضوع. طيب بهذا الاتجاه كثير حتى ضمن يعني الأطراف الأخرى اللي هي ضد سوريا ما زالت متخندقة في الخندق الآخر، تقول بات مثلا هذا البحث لموقع أمريكي يقول باتت العلاقة على مواجهة الخطر المشروع الانفصالي بين سوريا وتركيا هي الأكثر إلحاحا لمد جسور التعاون مجددا بين سوريا وأنقرة. فعلا صار في ضرورة بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بالخطر، يعني في معادلة غير مفهومة حتى لدى كثير من السوريين بهذا الاتجاه، أنه كيف تركيا بتقول أنا أحارب مجموعات قسد وأنا أحارب الانفصاليين كما تسميهم، ونفس الوقت في مرتزقة إلها عم ينسقوا معهم بهذا الاتجاه في بعض المناطق، كيف هاي المعادلة قائمة؟ طبعا هاي هذا اللي هو المشكلة بهاي النقطة، هي لأنه اليوم إذا الدولة أو الدول حيمنعوا الحركات الانفصالية في المنطقة لازم يقوي المركز، المركز هو في سوريا دمشق العاصمة والحكومة الشرعية، وفي أنقرة اليوم إذا تضعف أنقرة مثلا حركات الانفصالية ممكن تنتشر في كل تركيا. واليوم نحن هاي الفكرة كمعارض أنا بدي أحكي لها، إنه هاي الفكرة إنه إذا ما بدنا مجموعات انفصالية في المنطقة، انفصالية لو كان عرقية، انفصالية عرقية أو انفصالية طائفية، لازم ندعم نحن المركز ونعيد العلاقات كدول مثل ما عملنا بعام 1998 اتفاقية أدنى، شبه من اتفاقية أدنى، نعمل اتفاقية جديدة بين الدولة السورية والدولة التركية ونمنع كل هالحركات الانفصالية. طيب. بدون ما نتدخل بالسياسة الداخلي طبعا. دينيز قبل أن أنقل إلى ضيفي من موسكو، هنالك بعض الأصوات التركية في الداخل التركي تقول بأن الرئيس أردوغان استطاع أن يثبت شعبية حزب العدالة والتنمية وحتى أن يمأسس لدولة كما يريد لها، دولة قوية لها استقرار في المنطقة لها توازن، رقم صعب لا أحد يستطيع تجاوزها، والسبب في ذلك هو ضعف المعارضة التركية. هل هذا فعلا قائم في الداخل التركي؟ طبعا هو أردوغان عنده هذا الهدف، ولكن وتركيا رقم مهم جدا، ولكن هذا ما ظهر بأيام أردوغان. تركيا رقم مهم من عام بعد التسعينات حتى صارت رقم مهمة أكثر وأكثر، زاد أهمية تركيا. هذا لا يتعلق بأردوغان، يتعلق بأحداث اللي صارت في المنطقة طبعا. وطبعا تركيا هي بحلف الناتو، وتركيا هي كموقع استراتيجي جدا، أنه ما بين آسيا وما بين أوروبا هي فاصل، وتركيا أردوغان عم يستغل هاي القوة فينا نقول، وليس عم يطور تركيا ويعطيها قوة جديدة. طبعا هذا ما صحيح. موضوع المعارضة هي في جهة مهنة فينا نقول قوية، في مثلا بموضوع الاقتصاد، انه عندهم ليدهم مشاريع اقتصاد، ليدهم مشاريع يفيد الشعب اجتماعية، ولكن عندهم نقص بالخارجية، انه ما في مشروع خارجي حاليا معين، لذلك الشعب كمان ينتقد المعارضة في هذا الموضوع. ولكن عندي فكر أنه خلال فترة قصيرة كمان المعارضة، يعني هو تحالف الشعب، حزب الشعب الجمهوري، حزب الديمقراطي، حزب السعادة وحزب الخير، هذول يعملوا أنه يعلنوا استراتيجيتهم الخارجية ويكسبوا ثقة الشعب، وهذا راح يأثر للانتخابات ب 2023. وهو فعلا يعني راح يكون المفصل بالنسبة لكثير من الأحداث داخليا وخارجيا، حتى تحدي بالنسبة للوضع الاقتصادي اللي وصف بالتضخم بمرحلة من المراحل. خليني أنقل لضيفي من موسكو، قبل قليل تحدثت عن نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالناتو، تحدث عن مراهنة ربما، لكن الآن أين يسير هذا الوضع؟ وأستند في سؤالي إلى نقطتين. النقطة الأولى
أن الناتو أقر بأنه ممكن تجاوز اعتراض أنقرة على دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، والثانية تحدث أيضا أردوغان ربما فهمها البعض لهجة تهديدية أنه إذا وصل الناتو إلى البحر الأسود سوف يكون وضع منفلت كما سمى، فبأي اتجاه ممكن أن نقرأ هاتين النقطتين؟ زميلة هنا، أولا الناتو قد وصل إلى البحر الأسود عبر تركيا، يعني منذ دخول تركيا إلى حلف شمال الأطلسي وكونها عضوا في الناتو، فالناتو موجود في البحر الأسود، وهذه حقيقة يجب التعاطي معها والتعامل معها، هذا أولا. بالنسبة لدخول فنلندا والسويد إلى هذا الحلف والرأي التركي المعارض، أرى أن هذه المشكلة، نعم هناك احتمال كبير أن يتم التفاوض وإيجاد يعني عقد صفقة معينة مع أنقرة لتجاوز هذه المعضلة. بالنهاية ممكن يعني أنقرة ترفع الثمن، وعندما تدفع دول غربية والحلف الأنجلوساكسوني الذي يقود الناتو ويدير الناتو ويهيمن على هذا الحلف المتناقض في مكوناته، ممكن أن تقبل تركيا بدخول فنلندا والسويد إلى هذا الحلف. يعني أول شيء فهمنا أنه رأيها غير مهم، مشكلة. فهمنا من الناتو أنه رأيها ممكن ينحط على الرف، وبموضوع البحر الأسود هو يعني يلمح إلى شيء ما. بالنسبة لرأي تركيا، لا، رأي تركيا مهم بالنسبة فيما يتعلق بمكونات الناتو وسياسة الناتو والتناقضات الموجودة ما بين دول أخرى وازنة في حلف شمال الأطلسي، الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، هي دلالة على يعني قيمة الموقف التركي داخل هذا الحلف وقيمة الدور التركي في هذا الحلف. تركيا دوما تذكر الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي الناتو بأنها دولة مؤسسة، دولة مركزية في هذا الحلف، ويجب أن يتم سماع رأيها في هذا الموضوع. نحن ندرك أيضا الآن أن روسيا تقود معركة غير مباشرة في مواجهة حلف شمال الأطلسي الناتو، توسع حلف شمال الأطلسي الناتو نحو الشرق، ما يهدد أمنها القومي، ونجد عضوا أساسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو يستمر بإدارة الوساطة مع روسيا، يستمر بأداء الخدمات المتبادلة بينه وبين روسيا أيضا، ولم تنقطع خطوط التواصل. لذلك هنا مسألة يعني معارضة تركيا لدخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي هي مسألة قيد المساومة بين الحلف وتركيا، ولكن نحن الآن أمام مسألة أكثر أهمية، وهي هذه التناقضات الموجودة أساساً داخل هذا الحلف ربما قد تقود في المستقبل إلى خروج كامل لتركيا في إذا يعني تغيرت وتهيأت الظروف الملائمة لهذا الموضوع، وتدل أيضاً على هشاشة وعدم تماسك سياسات دول حلف شمال الأطلسي الناتو، وفقط هي دلالة على أن هذا الحلف يجب أن يكون أداة ووسيلة لتنفيذ المشاريع الهيمنة الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، تفرضها واشنطن، وعموما ضمن الحلف الأنجلوساكسوني الذي يقود حلف شمال الأطلسي. طيب الناتو. اليوم وين رايحة الأمور، لا سيما أنه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تنتهي، تركيا لعبت دور الوسيط، حتى مصادر روسية تقول بأن تركيا نقلت إرهابيين إلى أوكرانيا من سوريا إلى أوكرانيا، تتحدث عن تناقضات ومراهنات على الوضع الدولي القائم برمته بما فيه حلف الأطلسي، كل ذلك إلى أين ممكن أن يؤدي بالعلاقة بين تركيا وروسيا؟ قلت لكم في بداية هذا البرنامج، هذه الحلقة، أن العلاقة، الطابع الاستراتيجي في العلاقة بين أنقرة وموسكو لن تتخلى عنه هاتين الدولتين مهما حصل. هناك الكثير من المصالح المشتركة التي تضطر من خلالها أنقرة وتضطر من خلالها موسكو الإبقاء على هذه الخطوط، على هذا التواصل، لعدم الدخول في ما قد يفرض عليهما أثمان مضاعفة
بالخيارات الأخرى، بخيارات الدول مع الدول الغربية أو في الاتجاه نحو قوى إقليمية أخرى. لذلك موسكو وأنقرة متمسكتان بهذه العلاقة وبهذه الشراكة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي أساساً، الأساس الاقتصاد الذي يحكم هذه العلاقة والمصلحة التي تحكم هذه العلاقة. طيب سؤالي الأخير، لذلك تفضل سؤالي الأخير لو تسمح، الوضع الروسي القائم الآن إلى أي حد أثر على ملف روسيا وتعاملها مع الملف السوري؟ يعني عم نشوف اليوم كثير من التحليلات السياسية يقولون لك أنه روسيا منشغلة في ملفها الآن بعملياتها العسكرية إلى أجل غير مسمى، الرؤية غير واضحة حتى الآن، حتى المدة الزمنية غير واضحة، ربما يؤثر ذلك حتى على أي تسوية وحل سياسي في سوريا. نعم، شاهدنا يعني مثلا قرار التركي يعني المضحك بأنه بمنع الطائرات الروسية من التوجه إلى سوريا. يعني هو يعني إذا كنتم تريدون الضغط على روسيا لحد من قدراتها العسكرية وقدراتها في ما يتعلق باستكمالها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فهذا لن يؤثر على القوة العسكرية الروسية، لأن القوة الأساسية لروسيا تكمن في بحر الأسود وفي المحيط المجاور لأوكرانيا، وليست بحاجة لاستجلاب الدعم من قواعدها في سوريا. ولكن هنا نشهد أن أنقرة قد استغلت الأزمة الروسية الأوكرانية لممارسة نوع من الضغوطات على روسيا فيما يتعلق بالتسوية واللمسات الأخيرة من ما توصلت إليه مسارات التسوية ومسارات التناقضات والصراع في سوريا لممارسة هذه الضغوطات على روسيا يعني تحقيق بعض التنازلات الروسية فيما يتعلق ب أساسا فيما يتعلق بالتواجد التركي في منطقة إدلب تحديدا. هذه سياسة الابتزاز التركية تعودنا عليها، وسياسة المناورة يعني لم تتغير، وعلينا التأقلم والتعامل مع هذه العقلية طالما كان هذه الإدارة إدارة أردوغان هي المتواجدة في سدة الحكم في تركيا. شكرا. خلينا نقول لدكتور أسامة في دمشق أيضا لنسأل عن كل ما ذكر ضيفاي في موضوع العلاقة السورية التركية والعلاقة أيضا التركية الروسية. لا نشوف الأوضاع أين تذهب في سوريا، لا سيما أنه الملف بشمال شرق سوريا حتى الآن ربما يتعقد المشهد أكثر. كنت سألت أحمد عن أنه ربما كان في بوادر إيجابية بهذا السياق على أن روسيا ممكن أن تتدخل في حلول بالنسبة للنفط، بالنسبة للقسد، بالنسبة للوضع. اليوم ربما روسيا بمكان آخر، لا أدري إن كان هذا التحليل دقيق حسب بعض المراكز الدراسات. أين تسري الأمور الآن في منطقة شمال شرق سوريا والشرق السوري في ظل تعقيد المشهد أكثر إن كان لجهة تركيا ولجهة روسيا أيضا؟ طبعا علينا أن نوضح فكرة مهمة جدا بأنه لا يمكن التفاهم مع تركيا على التدخل في الوضع الداخلي السوري، هذا أمر محسوم بشكل نهائي، لا على التركيبة السياسية ولا على مواد الدستور ولا على أي شيء من هذا الأمر. أن تتحول المقاربة إلى جيوبوليتيك بدلا من أن تكون إيديولوجيا، هو هذا مفتاح أن يكون هناك تفكيك للوضع المعقد على مستوى التورط التركي على الساحة السورية. فيما يتعلق بمنطقة الشمال الشرقي أيضا هناك تعقيد كبير في هذا الأمر. أولا التركي يحاول التخلص مما تفضلت بذكره، يعني ما يطلق عليه الجناح السوري للPKK ووحدات حماية الشعب، ولكنه يدرك جيدا بأن الأمريكي هو ليس في وارد أن يقوم أو يقدم هذا الأمر مجانا للأتراك، وحتى على مستوى استراتيجي قد لا يقدمه على الإطلاق، لأن السياسة الأمريكية، سياسة لنقل الدولة العميقة الأمريكية، تقوم على إبقاء عنصر ضغط، تقوم على إبقاء عناصر ضغط على كل يعني الدول التي هي بحاجة للضغط عليها.
فمن هنا طبعا من الممكن أن يستمر الأمريكان في تشكيل هذا الغطاء للمجموعات الموجودة في الشمال الشرقي السوري. يحاول اليوم أردوغان أن يجعل من موضوع فنلندا والسويد عنصر مقايضة في هذا الاتجاه، ولكن المشكلة أن حتى لو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع لنقل برزانية جديدة بين قوسين في منطقة الشمال الشرقي السوري فهي غير قادرة على هذا الموضوع، لأن القواعد في ما يطلق عليه قسد ووحدات حماية الشعب هي غير ما يطفو على السطح. يعني ما يطفو على السطح مظلوم عبدي ومسد وقسد هم لا يمثلون حقيقة القواعد التي تعمل في هذا المكان والتي تعتبر ولاءها ل يعني الزعماء التاريخيين أوشلان وسواهم. لذلك هناك حتى بالنسبة للأمريكان معضلة في هذا الإطار وليس حلها سهلا. على التركي أن يدرك، وكما تفضل الضيف في الاستوديو، عليه أن يدرك بأن الأمن لا يمكن تجزئته، أنه إذا أراد فعلا أن يعود الأمن في منطقة الشمال الشرقي وتخوم ديار بكر وإلى ما هنالك ويعني الداخل السوري، عليه أن يعود إلى مبدأ الأمن الجماعي، أن يكون هناك أمن لسوريا لكي يكون هناك أمن لتركيا، أن يكون هناك نعم كما تفضل الضيف صيغة جديدة لربما مطورة لاتفاقية أضنة، أن يكون هناك مراعاة للهواجس لدى كل من الطرفين تجاه الآخر. هذا أمر يعني سوف يكون إيجابيا كطريقة تفكير تركية، ولكن إذا أصر الأتراك على الأبقاء على دعمهم للمجموعات الإرهابية، نحن هنا عم نشوف الحقيقة ازدواجية تركية. الأتراك يحافظون على من يصنف دوليا على أنه إرهابي مثل تنظيم النصرة ويمنحونه غطاء استراتيجيا، هذا أمر لا جدال فيه، وفي الوقت الآخر يضعون يعني نوعا آخر من الاستثمار هو ضمن ما ليس مصنفا دوليا مثل ما يطلق عليه الجيش الوطني أو أحرار الشام أو سواهم. هذا يشير إلى رهان مزدوج تركي، لا رهان قد يقوم على التضحية بكل هؤلاء بصبغهم بصبغة الإرهاب التي تتبع لتنظيم جبهة النصرة، والعكس إذا كان هذا الأمر مطلوبا أن يمنحهم صفة المعارضة المقبولة إذا كان هذا الأمر مطلوبا، فهو يعني بذلك يحافظ على يضع قدما هنا وقدما هناك، وهذا أيضا في إطار الدهاء التركي وتنويع الخيارات التركية. ولكن اليوم يعني هذه السياسات تتراجع، نحن اليوم أمام مراحل جديدة، سوف يكون لزاما على تركيا داخليا وخارجيا أن يعيد النظر في هذا التورط. شكرا. ويعني من الممكن القول أنه لا توجد سياسة صفر مشاكل إلا بتصفير النفوذ التركي الذي صنعه، وهو ما أطلقه وزير الخارجية التركي سابقا. رح أنطلق من النقطة اللي ذكرتها دكتور أسامة بسؤال أخير لضيفي في الاستوديو الصحفي التركي دينيز البستاني. اليوم يقول ضيفي من دمشق أنه تغيرت الظروف ويجب أن يكون هنالك استراتيجية تركية جديدة، لكن بمعطيات على الأرض نرى بأنه ما زالت تركيا تمتلك الأوراق القوية في السياسة، بمعنى لديها الآن مجموعات مسلحة ما زالت تعمل تحت لواءها، جبهة النصرة أيضا في مرونة بالتعامل معها، اليوم ما زالت هي ضمن استمراريتها بالملف السوري حين بدأته في مسار أستانا إلى الآن. إذن لا يمكن تجاهل هذا الدور التركي بما يمتلك من أوراق قوة وضغط. استنادا لهذا الموضوع بالدرجة الأولى، كيف ستكون مخارج تسويات الحل السوري؟ أم أن الموضوع ما زال بعيدا، ما زال المشهد معقدا أكثر، ما زالت التسويات غير ناضجة حتى الآن؟ طبعا الحالة عادة العلاقات، يعني تغيير الاستراتيجية هي العلاقات مع القوات الشرعية، يعني مع الحكومة ومع الدول، وهي العلاقة ما بين تركيا وسوريا تحتاج أنه تتخلى عن سياستها تركيا، تتخلى عن سياستها تدعم المجموعات المسلحة ليدها. هدول أول خطوة حتكون أنه هي تركيا تحل الموضوع المسلحين اللي عم يحاربوا ضد سوريا وضد الدولة السورية. طبعا هي أول شيء، وهذا شيء ما له خيار، بالأيام حنشوف أنه هذا شيء إجباري حيكون طبعا. وشيء ثاني، اليوم سوريا أصلا هي عم تحاول، سوريا والحكومة السورية
ليبدأ محاولات لإعادة علاقات ولكن غير مباشرة، مثل العفو اللي صدر من فترة قليلة بسوريا أنه لإعادة العلاقات، أنا بدل هاي لإعادة علاقات واللاجئين يكونوا جسر ما بين البلدين وليس ورقة ضغط لبعض. واليوم أنا طبعا مع الرأي الضيف الكريم أنه تركيا لازمة استراتيجية جديدة، واستراتيجية جديدة حتى يخص الاقتصاد ويخص الأمان ويخص العلاقات الخارجية اللي تركز بالسلام في المنطقة وليس الحرب والاشتباك. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا باستديو نبض الشرق، دينيز البستاني الصحفي التركي والباحث في الشأن السياسي. شكرا. وأيضا أشكر دكتور أسامة دنورة الباحث بالشأن السياسي عبر خدمة سكايب من دمشق. الشكر موصول لأحمد حاج علي الإعلامي والباحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا. الشكر لكم زميلة هنا والضيوف الكرام. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نختم بهذا التقرير لوسام حبيب، ألقاكم الاثنين القادم، إلى اللقاء. بمساكن منطوب وعلى طريقة مخيمات الشبهة ومزيدا من التهجير لأصحاب الأرض، هو المشهد الذي يشرح حال من بات لا قاعدة شعبية له في بلده، أو لنقل رئيس شبه رسمي بقرارات بلا أثر قانوني. في وسط أعنف حملة سياسية يتعرض لها الرئيس التركي، يستمر أردوغان باستغلال ورقة اللاجئين الذين أشرف على تهجيرهم. خطة أعلنها مؤخرا تضمنت نقل مليون سوري إلى مناطق أنشأها شمال سوريا مع بعض الخدمات اللوجستية ومراوغة من هنا وهناك، في جولة جديدة يحاول فيها أردوغان أن يقول للسوريين سنستمر في حصاركم. واشنطن ليست غائبة عن التنسيق مع بيدقها التركي، فقانون قيصر كما قال البيت الأبيض لن يسري عليه المفعول لا في الشرق السوري ولا في المناطق الشمالية التي يحتلها النظام التركي، في مشهد واضح على مدى التنسيق بين أطراف متعددة جمعتها واشنطن على هدف واحد هو سرقة الشعب السوري. المناطق التي يريد إنشاءها النظام التركي في الشمال السوري وفق خبراء جاءت مع نذور تصعيد إسرائيلي، بدا واضحا أثره بالتنسيق الصهيوني التركي عندما هاجمت مرتزقة أردوغان مبيتا عسكريا استشهد على إثره 10 عسكريين في بلدة نبل والزهراء، ترافق مع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في وقت تبدو دمشق جادة في صوابية التحذيرات التي أطلقتها من خطورة ما يسره نظام أردوغان عبر ابتزاز العالم بورقة اللاجئين عامة ولسان حال دمشق. سنواجه بمختلف الوسائل المشروعة.